بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا يزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، والمتوفى سنة 600,000 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب من الشرك يعني الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. كثير من الناس يلبسون تمائم من خيوط وحروز وغيرها من رقع أو غير ذلك، إما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، يعني يرون أنها من أسباب رفعه إذا نزل أو دفعه قبل أن ينزل. هذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات أفرأيتم رأيتم اللات من دون الله أن أرادني الله بظلمهن كاشفر أو أرادني بالرحمة لو أن مشفق رحمته قل حسبي الله وعليه توكل المتوكلون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، والسلف يحتجون بالآيات التي في الأكبر على ما يقع من الشرك الأصغر، لأن الشرك يجمعهما، الشرك الأكبر والأصغر يجمعهما اسم الشرك، ولأن هذا واقع من المشركين أيضا، فالآية تحذر من ذلك، لأنها في تعليق الودع أو التمائم أو الحروز نوع من تعلق القلوب على غير الله، ونوع من ضعفها في رجاء الله والتوكل عليه، فصارت من الشرك من هذه الحيثية. وهكذا ما يقع للناس من الكلمات الشركية مثل الحلف بغير الله، لولا الله وفلان، والله هو أنت، كل هذا من الشرك الأصغر كما جاءت به الأحاديث. وهكذا حذيفة استدل في آخر الباب على تعليق الخيط بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن اسم الشرك عمهما، فناسب أن يحتج عليهما بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر. والتمائم تكون من حراق، وتكون من ودع، وتكون من عظام، وتكون من رقع من جلد، وتكون من قرطاس، وتكون من غير ذلك، تعلق على الأولاد عن العين، وربما علقت على البهائم، وربما علقت على الكبير المريض، وكلها ممنوعة. يأتي الباب بعد هذا تفصيلا للتمائم أيضا، فالواجب الحذر من ذلك. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين لما رأى عليه النبي حلقة من صفر قال: من هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدها إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والواهنة مرض يأخذ باليد، ف
هذا يدل على أن تعليق حلقة أو ودعة أو غير ذلك لأجل الواهنة أو غيرها من الشرك. أما علاج بالدواء الأدوية من كي من مضروخ من أشياء أدوية لا بأس، أما اعتقاد في حلقة أو خيط يعلق هذا هو الممنوع. قال لا تزيدك إلا وهنا، لأن هذا الاعتقاد الباطل يزيده وهنا وضعفا وشرا بسوء اعتقاده. وهكذا كون يعلق ورقة مكتوب فيها كذا وكذا يعلقها في عرضه أو في حلقه أو ما أشبه ذلك يجب جس الحلقة، يجب تجنب ذلك. أما الدواء كونه يداويه أو يربطه رباط في رباط الدواء أو يجبره بجبيرة هذا لا بأس به من الدواء. عباد يقول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، ما أنزل الله زال لا أنزله شفاء. وإنما الممنوع هذه التعليقات التي يعلقها الجهال يزعمون أنها تدفع عنهم البلاء أو ترفعه عنهم بعد وقوعه، هذه التي خبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعا فلا ودع الله له، من تعلق تبيلة فلا أتم الله له، من تعلق أتم القدس، كل هذا من هذا الباب يجب الحذر من ذلك. وهكذا ما في حديث حذيفة أنه رأى رجلا في يده خط من الحمى فقطعه، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون، لما قال أنه رقي فيه وأن علقه من أجل الحمى دل ذلك على لا يعلق شيء ولا رقي فيه. الرقية هم ينفذ على المريض ولا في ماء يصب عليه ويشربه، أما يعلق عليه خيط أو خرق قرئ فيها أو ما أشبه ذلك لا، هذا من جنس التمعين يجب ترك ذلك. وإنما المشروع الرقية أو الأدوية الأخرى المباحة التي يرجع من ورائها أن تكون سببا للشفاء، كتضميد بشيء كالكي كالمروخ كالإبر كالحبوب وما أشبه ذلك، الأدوية المعروفة، لأن الرسول قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالدواء شيء من مشروب أو مأكول أو يصبخ به عليه هذا شيء، وأما تعليق التمائم شيء آخر ممنوع، لأن يعتقد في التمائم معلقة هي دواء يعتقد فيها أنها تكون سبب لدفع البلاء أو رفع البلاء، فيكون ذلك من باب الشرك الأصغر. أما لو اعتقد أنها ترفع البلاء وأنها تدفع البلاء بنفسها كان شركا أكبر، نسأل الله العافية. وفق الله في جميعهم. أحسن الله إليك، إذا إنسان صلى بهذه الأشياء أو حج هل صلاة صحيحة ولكن يأثم في حجه وفي غيره يأثم. الشرك الأصلي لا يبطل الأعمال، الشرك الأصلي يبطل العمل الذي قارنه، كالقراءة التي قارنها والصلاة التي قارنها والصدقة التي قارنها. أحسن الله عمل تعليق سورة ياسين. تعليق سورة ياسين. ياسين ياسين ولا غيره لا يعلق شيء. طيب في المنزل مثلا؟ لا في المنزل ولا في غيره. كانت التميمة شيء من القرآن هل يكون من الشرك؟ من؟ إذا كانت التميمة مكتوب فيها شيء من القرآن. ولو الصحيح لا تعلق حتى القرآن. من الشرك الصحيح من الشرك الأصغر التعليق. بعض الفقهاء بعض السلف أجازها إذا كانت من القرآن. ولا هذه عامة تعم القرآن وغيره. تعم التمائم كلها. كما يأتي الباب اللي بعد هذا إن شاء الله. وضع المصحف في السيارة. لا وضع المصحف في السيارة لهذا القصد لا يجوز. نعم. الآن توضع في السيارات. ما لها هذا باطل ما لها أصلها. نعم. هناك دليل يجوز الإنسان يكتب شيء من القرآن ويمسحه ويشربه. هذا فعله السلف يسمونه الرقية في صحن ورقة من الزعفران يغسل، فعله بعض السلف ذكر القيم عن كثير من السلف الصالح أنه ينفع بإذن الله. يكتب آيات بالزعفران أو بالأدعية ثم يغسلها ويشربها. يعني من يفعل هذا ما يقرأ عليه؟ لا حرج، لأنه مو بتعليق. شو قولها ما زادتك إلا وهنا يا شيخ؟ بعض الناس يستدل بهذا على أنه صحيا تضر يا شيخ، يعني تعلق بغير الله يزيده ضعفا ويزيده بلاء، وقد يملى له قد يملى له كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول جل وعلا سنستدرجهم حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين، قد يملأ له وقد تضره عاجلا. نسأل الله العافية. من يتعلقون بهذه الأشياء تعليق التمائم وغيرها إذا إنسان نصحهم وذكرهم يقولون هذه الآيات
نزلت للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اما نحن مسلمون سيخصنا، يقولون هكذا الرسول نهى عن هذا. الرسول قال من تعلقت بما لا يتم الله لها، نهى عن هذا. وقال لا زفة لا وهنا، قال لعمران، وقال من تعلقت بما قد اشرك، يبين لها الحديث ان هذه التعليقات تصرف القلوب عن غير الله، تصرف القلوب الى المخلوقات، الايات عامه يشملهم وغيرهم. نعم، حسب ما جاء في النصوص. نعم، حسب ما جاء في النصوص. اما الادواء النافعه والاسباب الشرعيه فلا باس بها. نعم، مثل ما ياكل الانسان ويشرب. نعم، مثل ما يلبس في الشتاء الشيء الدافي، وفي الرياض الشيء الخفيف. نعم، مثل ما تروح بالمروحه. هذه أسباب. أحسن الله عملك. تعليق دعاء السفر في السيارة. نعم، تعليق دعاء السفر في السيارة. كل هذا ما يصلح، يتكلم بلسانه هو السفر. هو بعلقه يقرأه في السفر، يقرأه إذا ركب الدابة في سيارته. بالذكر يعني. خلي في الجيب وفي الذكاء. أحسن الله. أردت أن تسافر في مرأة أردت أن تسافر. نعم. في مرأة أرادت أن تسافر وحدها ما عندها ذو محرم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هل يجوز لها مهاجرة؟ لا بأس بالضرورة. هي مهاجرة؟ لا بأس بالضرورة، مع الناس استقات. مع الناس استقات. نعم. إذا كانت وحدها؟ لا عليها خطر. بعض الناس استفهم من حديثنا أفلحت أبدا أنها أكبر يا شيخ.